الحمد لله. زين هنادي، يعني انا حسب ما انا اعرف وحتى متابعينكم يعرفون ان انتم اثنينكم تعشقون شيء اسمه سفر. صح. مرت عليكم سنه ونص عصيبه جدا انكم انتم ما سافرتوا. اي صح. شنو سويتوا؟ سوينا فقرات بالبيت. قول الفقرات. والله العظيم فقرات المطبخ، فقره المطبخ عندها فقره رياضه. تكفى ما لعبتوا بدون كلام؟ كل والله سويناها كل شيء. لا امس احنا قاعدين نلعب حجر ورقه مقص حاشيه ذيب وهالالعاب هذه. شو اللي حصل العاب اللي طلعت؟ ايه طلعت العاب لسه قاعد يصير ملل بس قاعد نلعب. زين وفي لعبه هي مثل الاونو بس اسمها سكبو، هذه ما ادري اذا احد اكتشفنا العاب جديده. حلو. اي وكنا نتناجر وهذا مال اول اللي هي تقش وانا اطيح عليها وانت نادر على المقشيت. يا ما ذقنا براق ابي اكون وصري حال يعني. زين دام احنا موجودين على اطار او موضوع سالفه السفر وانكم تسافرون كذي، محمد انت ضميت الجناط ملوتك ها ورأسة المطار وداق على ربعك وبدايس بنزين ومستانس الو يلا تبون شيء الربع وما ادري شنو وهذا وايد مستانس. فجاه المطار كله تسكر. مرتي صارت فيني. صارت فيك؟ تكفى صارت حاشني احباط يعني. شو انا ديما يعني خلاص قاعد يحوشني احساس انا ترى انا سبب كورونا. انا قبس انا قبس على الكره الارضيه لان ما يصير مرتين. زين اخر مره هذه الثلاث لطاف. لا شنو انا بالصالون شو الجنطه وجيبي خالصي. لا وانا شنو محمد زاب جنطتك. لا انا على الراحه انا اعرف شنو باخذ قبلها. انا متوبك اموري بالصالون يوصل لي واتساب. انا لا اراديا هذا الانسان الثاني اللي داخلي اشاعه. إيه. اشاعه. إيه. الموضوع قاعد يصير صجي. اوف لا تسكر المطار. شو نسوي هنادي؟ بس خلاص خلاص. فحسيت ان انا السبب كل المصايب. انا بعرف شنو رده فعل هنادي الرياكشن مال هنادي شنو. انا وايد تضايقت والله. يعني انا ما ادري يمكن رب العالمين مكاتب لي اروح القاهره ولا شنو. اتوقع انا الكويتيه الوحيده اللي مو نازل القاهره ترى. ولا مره رحت القاهره؟ ولا مره. راحت يعني مصر مراسي كذي اسكندريه صح بس ما راحت ما رحت القاهره. وكل ما تي سفره تشيك بوم تتفركش. ما ماني عارفه احنا سبب احنا طلعت ما رح نحجز مره.